الحمد لله احنا بنعيش معاه ايامنا الحلوه، احلى لحظاتنا من الاسبوع اللي فات فعلا لحد اللحظه دي. صحيح. في ناس تقول لك ايه، انا يعني مش عايش على الارض شويه، هبقى لي حبه حلوين يعني. لا طبعا النادي الاهلي دايما استهلوا. هو اللي بيفرحنا ودايما هو اللي بيسعد جماهيره، ودايما الفرحه بتبان من خلال فرحه الجماهير. صح. وقد ايه الجماهير فرحانه بهذا الانجاز، مش هقول انجاز تاريخي بالنسبه للكاس، لكن انجاز تاريخي بالنسبه لثلاثيه تاريخيه الاهلي بيضمها، وموسم اكتر من رائع، موسم استثنائي.